بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الرحمن ذو الفضل علي، ربنا المحمود ذو العرش العلي، وصلاة الله وتسليمه على الذي جاء بشرع مكمل. فسلام الله مني عليكم، وتحيا تؤدى للعلي. أنا أحمد والرب أحمد، أنا هنا مرحب بكم في حفلنا والفخر لي. لست أدري أرسل الكلمات مع إبل الترحيب نثرا، أم مع خيول التسهيل شعرا، أم أرسلها مع الرياح لحنا وإنشادا. حي الله هذه الوجوه، رؤيتها تزيد الأفراح، نسماتها تداوي الجراح، وعبيرها فواح، تنثره الرياح على القمم في الليل في الصباح. ما ضربتم بقداح حين شمرتم للفلاح، جعلنا الله وإياكم من المفلحين السعداء، يوم يخسر المبطلون الأشقياء. تقشع الظلام بنوركم، وزاد السرور بوجودكم، وأنتم الروح إن ردف القريب، وأنتم الشرف إن هدر المعيب، وأنتم الفجر إن تطاول الأصيل بالمغيب. حفلنا الكريم أيها الحضور الجميل، على مائدة القرآن تنزاح أثقال الهموم، وتغور أنفاس الغموم، تنسج العزة، وتبنى صروح النهضة، وتبدى مسيرة الأمة إلى العليا والنجاح. ومع أولى فقرات حفلنا خير ما يتلى ويسمع، آيات من الذكر الحكيم يتلوها الحافظ لكتاب الله عبد الرحمن بن عبد الله الشهراني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ليس هناك فرح أعظم من فرح الإبن بمجد أبيه، ولا أعظم من فرح الأب بنجاح ابنه. وأغلى من يتكلم عن سعيد وعن نجم سعيد هو والده الشيخ عبد الله بن علي الشهراني، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى الذي أتاح لنا هذه الفرصة وجمعنا بهذه الوجيه الطيبة، كما نشكر جميع من حضر لحفلنا هذا، ونشكر جميع الداعمين والقائمين وجميع من شجع سعيد ودعمه، ونشكر الحضور فردا فردا، ونقبل عذور الجماعة اللي ما استطاعوا الحضور. صراحة احنا ما نستقل للكلمة، والوقوف أمام الرجال صعب، ولكن نقول حياكم الله مرحبا ألف، والله يحييكم على الرحب والسعة. ثانيا نشكر الله سبحانه وتعالى، ونبلغ ابننا السعيد بالحرص على طاعة الله وزملائه في البرنامج وكل الشباب، ويستفيدون من هذا البرنامج وهذه الهالة الإعلامية التي حصلوا عليها في طاعة الله سبحانه، وهم لازم يحافظون عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلوح في سمائنا دوما نجوما براقة، لا يخفت بريقها عنا لحظة واحدة، نترقب إضاءتها بقلوب والهانة، ونسعد بلمعانها في سمائنا كل ساعة. لعراب حفلنا وفارس جمهور زد رصيدك، النجم سعيد الشهراني كلمة فليتفضل مشكورا. بسم الله. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. ايش حالكم يا رجال؟ وانتم طيبين. ارحبوا ثم ارحبوا ثم ارحبوا. عداد ما مشيت من ملفاكم لا مرقاكم. والله ثم الله يا حضوركم ويا جيتكم، انه شرف وتاج فوق راسي اللي تعلم من الشمال واللي من الشرقيه واللي من الغربيه ومن الجنوب، ولا جمعهم في ذا المكان لمحبتهم لسعيد. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرد لهم جمايلهم سواء قريب ولا بعيد. بالنسبه لكم اللي جيتم من برا، مرحبا مليون. البيوت موجوده والاستراحه موجوده، اللي منكم ما عنده مكان والله ثم الله ما نعذره، ينام عندنا ويريح، وبكره ان شاء الله بنجهز غداه يتغدى ويوجه. بالنسبة للجمهور يدعموني وقت البرنامج، والله ثم الله أني تعبتهم وكلفت عليهم، لا من رصيد ولا من لعبت في أعصابهم شوي، لأن هذيك الأيام البرنامج فيه قوانين، وأنا الله يهديني شوي ما بحب القوانين ذي. تعبت عبد الله الراجح وتعبت مهدي بخار، يا شهران يا شهراني خلاص يا شهراني تكفى يا شهران. لكني أقول بيحوا مني وحللوني يا جمهور إن كان قصرت معكم في شيء، واللي دعم سعيد بريال ولا بريالين والله اني ما نسيته. والله يا جميل هذا ان في بطني نموت، فاسال الله سبحانه ان يحرم على اجسادهم واجسادكم واجساد والديكم النار. قولوا امين ورجعكم انتم من جابكم في الجنه. قولوا امين. بسم الله. جمهور سعيد كثير واحبابه اكثر، ولسان حالهم يقول يلي لكم بالصدر قدر ومعزة، القلب من فرق الأجاويد يهتز، مثل الشجر يوم العواصف تهزة، في قربكم كل المخايق تعتز. كلمة الجمهور يلقيها نيابة عنهم الشيخ أحمد الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن الجمهور أتقدم بهذه الكلمة البسيطة، فعند بحثي عن كلمات الشكر فإن صدق مشاعري تجاه من أشكر لابد أن يسبق سطورها ليعبر عن روعة المشاعر النابعة من القلب. تلوح في سمائنا دوما نجوم براقة، لا يخفت بريقها عنا لحظة واحدة، نترقب إضاءتها بقلوب والهانة، ونسعد بلمعانها في سمائنا كل ساعة. فاستحقت وبكل شكر وبكل فخر أن يرفع اسمها في العلياء. شكرا سعيد الشهراني، شكراً كل من عمل في هذه القناة، شكراً فيصل الخالدي، شكراً جابر السلماني، شكراً ثامر الخمشي، شكراً محمد البيضاني، شكراً سلطان الفيفي، شكراً إبراهيم السويلم، شكراً ياسر سنان، شكراً أحمد مامي، شكراً عاصم البشري، شكراً أسامة فقيه، شكراً علي الهمش، شكراً عمر البشري، شكراً هيثم الألمعي، شكراً عبد الرحمن المالكي، شكراً ريان القويعي، شكراً أحمد الشراري، شكراً محمد الفهيد، شكراً شجاع الدوسري. شكراً من القلب لكل عامل في برنامج زد رصيدك، وشكراً خاص للأستاذ عبد الله الراجح، لكل مبدع إنجاز، ولكل شكر قصيدة، ولكل مقام مقال، ولكل نجاح شكر وتقدير. فجزيل الشكر نهديكم ورب العرش يحميكم. أيها الحفل الكريم، أخيرا إن ممثلي ونجوم الإعلام الهادف أمانة في أعناق المشاهدات، وأخص
النساء لأنهن أكثر فئات المجتمع متابعة للإعلام. تظل بعض المسلمات تتابع كل صغيرة وكبيرة في حياة نجوم الإعلام، وتصمم لهم التصاميم التي تجمع صورهم في مونتاج خاص لهم، ويتابعن كل صفحاتهم الاجتماعية بتعليق مخجل وصور مخجلة وعبارات مخجلة، وينشئن صفحات خاصة بأسمائهم، وتسألهم أيضاً أسئلة شخصية خاصة بحياتهم، وينسين حياتهن وأهدافهن، وقبل ذلك خوفهن من الله إلا من رحم الله. والسبب وجود فراغ عظيم في العقل والقلب والأهداف والأهل. تعالي أيتها المشاهدة نتحدث سوياً، أنت تتابعين إعلاماً هادفاً، أي أنه يمثل دينك وهو صورة لأمتك وسبيل لعودة القوة لها، فهل خدش حياؤك وحياة نجومه صورة مشرقة له ولك؟ هل تعتقدين أيتها الأخت أو دار في مخيلتك أن هذا النجم يهتم بك أو يقبل الزواج منك؟ إن قلت نعم فأنت مجنونة، لأنك تعلمين أنه لن يفعل ثم تقولين سيفعل، فكيف يجتمع الضدان؟ كيف ترضين لنفسك أن تكتبين عبارات إعجاب مخجلة؟ كيف ترضين لنفسك أن تكتبين عبارات إعجاب مخجلة؟ هل من حقنا أن نتهم من تفعل ذلك بأنها دسيسة على الإعلام الهادف لنزع هيبته ومحبته وتقديره من القلوب؟ إذن كيف تدعمين هذا الإعلام الهادف؟ مشاركتك في صفحات برامجهم قوة له، قوة للنجم، فشاركي بإعادة تغريد ودعوة مشجعة مهذبة ونصيحة صادقة من القلب، وتصحيح خطأ وتقويم سلوك وغير ذلك. ادعميهم بدعوة صادقة من القلب أو نقد هادف ومثمر لما يقدمونه. وأفضل وأقوى دعم يحتاجونه نجوم الإعلام المحافظ دعوة صادقة لهم في ظهر الغيب، بأن يوفقهم الله لما يحبه ويرضاه سبحانه ويثبتهم على ذلك. وأختم بقولي لنجوم الإعلام الهادف، وأنتم كونوا خير عون للمشاهدين والمشاهدات على طاعة الله، بألا تنساقوا مع تعليقاتهم ولا تردوا على أسئلتهم الشخصية الخاصة بكم دائما. أنتم تختلفون تماما عن نجوم الإعلام الآخر، فأنتم موطن خير، وهذا ما نرغبه منكم. وفقكم الله إخواني، وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يوفقكم في حياتكم الدنيوية والأخروية، وأن يفتح لكم أبواب الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة نعمة من الله على سائر البشر، وهي تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. كلمة محارب السرطان يلقيها نيابة عنهم المتعافي من هذا المرض، نسأل الله أن يشفي البقية. ناصر البلقيمي فليتفضل. مشكور. السلام عليكم. بسم الله خير ما يبدأ به كل عمل، والصلاة على أطهر الخلق وسيد البشر نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. كلمة شكر لتلك الشخصية الناجحة التي وضعت بصمتها في وقت وجيز، وهو الأستاذ سعيد بن عبد الله الشهراني. ما عليكم زود بالنيابة. على جهوده معنا ومبادرته لمرضى السرطان شفاهم الله. قد يكون الكلام شيئاً بسيطاً مقارنةً بالمعاناة الحقيقية التي يشعر بها محاربين السرطان طيلة فترة علاجهم.
يختلف الألم وتختلف المعاناة، لكن يبقى لدينا نحن محاربين السرطان شيئاً مشتركاً، وهو الإيمان بالله ثم قوة العزيمة والتفاؤل بأن الغد بداية لحياة أجمل. حاربت مرض السرطان، تجرعت مرارة الكيماوي وحرارة الألم التي تسري في أدق تفاصيل جسمي، ولكن برحمة من ربي ثم عزم وإصرار انتصرت على هذا المرض، وأنا الآن من ضمن المتعافين ولله الحمد. ما ترونه من إبداع وحسن تنظيم خلفه رجال كثير سهروا الليالي وتعبوا كثيراً حتى يظهروا الحفل على ما تحبون. كلمة اللجنة المنظمة يلقيها عبد الله الشهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول مثل ما قال أخوي سعيد، أرحب والله يحييكم في مكانكم. أرحب أولاً بأبو سعيد الشهراني وبربعه كلهم، وأرحب بنجوم زد رصيدك، والله كل واحد إنه يستاهل قبله على خشمه على جيته وتعنيه للمكان هذا. لكن ما نقول إلا مرحبا ومسهلا، والله يحييكم، وبيوتنا مفتوحة لكم بكرة وبعدة، وضيافتكم غير ذا الضيافة، والله يحييكم تحية المطر، واسمحوا لنا على القصور. فريق دعم سعيد الشهراني له كلمة في هذا الحفل يلقيها نيابة عنهم سعد الشريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا الكريم، حضور ومتابعين، باسمي وباسم أعضاء فريق الدعم نحييكم ونرحب بكم في حفل تكريم فارس جمهور زد رصيدك في نسخته الرابعة، ونقول لكم حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً، فمرحباً بالجميع. نبارك للأخ عبد الله على هذا النجاح ومحبة الناس وحصوله على لقب فارس جمهور رصيدك، وأنت تستاهل يا أبو عبد الله، وفعلك ينومسك، ومن نجاح إلى نجاح، ونسأل الله لك التوفيق. ولمن يسمعنا الآن، كما لا ننسى جمهورنا الغالي جمهور السعد، الجمهور الذي له بصمة واضحة وجهود جبارة، صفقوا لهم. كما لا ننسى جمهورنا الغالي جمهور السعد، الجمهور الذي كانت له بصمة واضحة وجهود جبارة في دعم سعيد الشهراني ودعم فريق دعم سعيد الشهراني، ومشاركتهم التي لا تنسى، ووقفتهم هم وفريق الدعم في إكمال وقف ميسان الذي نسأل الله عز وجل أن يكون خالصاً لوجهه الكريم. آسف على الإطالة، ولكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في الختام، شكراً 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 لكل عضو من فريق الدعم، الرجال والنساء، ولما قدموه من جهود جبارة وأفعال ملموسة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمهم وأنتم الجنة ورضوانه عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للشعر في حفلنا مجال، والشعراء كثر، وشاعرنا محمد اليزيدي له قصيدة يلقيها نيابة عنه محمد عيسى الألمعي. السلام عليكم جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلوا يا الله ثم قلوا يا الله، كما جمعنا في ذا المكان، أن الله يجمعنا في جنات النعيم.
أشكر المستضيفين على هذا الحفل، وعلى رأسهم الأخ سعيد الشاراني. قصيدة مهداة من الشاعر محمد بهران اليزيدي، وكلفني بإلقائها أمام هذه الوجهة الطيبة، وأقول فيها: الرعد دندن فوق رؤوس المشاريف، ثم ساق مزنه مع عظيمة تباشير، من سودة أبها جاك من وابل الصيف، وانبت بعده بنج زهر النواوير، فيا مرحبا مليار بغل المواليف، باسم العسيري من محبه وتقدير، للضيف واهل الحفل واهل المواقيف، عن ربعي اهل الجود سعد المساير، معكم محمد شوق عين الملاهيف، الالمعي يطلب من الله كل تيسير، بايدي رسالة ود واحلى المضاريف، تحمل معاني الشوق بغل التعابير، يسوقها النمر العسيري مراديف، محمد ولد بهران حر التدابير، حنا عسير الهول ريف على الضيف، لا جاه من سود الليالي مقادير، واحنا لنا التاريخ يشهد لها السيف، قوم بهيمتنا نفوق المعايير، لذا عسير الفخر واهل التعاريف، قوم كرام ولا تحسب المخاسير، اسجل حضوري هنا عز وظيف، باسمي وانا بهران راس المناعير، شهران 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 الوفا حي ذا القيف، قيف يشوش الراس فرد طوابير، شهران فرسان الوغى شمخ النيف، لا من غدا في الوقت هيا وتغيير، اما بعد يا سعيد هل لي بتعريف يغنيك عن قولي ولا فيه تاثير، يا سعيد هل لي بتعريف يغنيك عن قولي ولا فيه تاثير، ينبيك عن مدحي عظيم التواصيف، وينبيك عن شعري جزيل التصاوير، انت الجنوب الكفو ما لحقك الحيف، فعلك ينومس وانت تفرق عن الغير، يا فخر صبيان الجنوبي وتشريف، لكل شهراني ولا منك تقصير، هذا الكلام الصدق من غير تسويف، يزدان به فعل ينومسك به الغير، واختامها صلوا على النبي على عدد المشاريف على النبي محمد عظيم التباشير وسلامتكم. الليلة ليلة فرح وطرب وشعر، وأيضا معنا الشاعر فيصل محمد المطيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لسعيد، والله يوفق الجميع، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: تبغى تجارة ما يجيها الخسارة، ولا خرج منها بنادم وخسران، هي التجارة كان تبغى التجارة، سخر جسدك الخالقة الإنس والجان، وطريق يرضى الله بدون استشارة، اخذه طريقك وانت كاسب وربحان، واللي اتخذ في بر أمه قراره، تجارته مع الولي بر وإحسان، رقى في بر أمه علو المنارة، هذا ترى سعيد من روس شهران، دارت بها الدنيا ما عليكم زود بالنيابة، دارت بها الدنيا وشاف انكساره، وفتح لها المولى من العز بيبان، والصدق مع رب البرية شعاره، ولا على المولى زكي لي إنسان، وإعداد ما سيقت الناس البشارة، وإعداد ما يركب على الخيل فرسان، وعدد بيوت الشعب في كل حارة، وعدد ما يرفع وسط حاراتنا ذان، مبروك يا أمير بلي أمارة، يا ساكن نحبك شباب وشيبان، وصغير لو يقف تمسك جداره، يضحك من الشاشة لشافك بالعيان، بالله يا الحضار صفقة بحرارة، لسعيد يوم سعيد للبر عنوان، بالله يا الحضار صفقة بحرارة، لسعيد يوم سعيد للبر عنوان، ويا إعلامنا الهادف خذيت الصدارة، يا محطم الأرقام في كل ميدان، غيبت شمس أهل الغنى والدعارة، أم موجك العالي هل الفست غرقان، حنا معك ندعمك في كل غارة، تنصر بها نملى
حنا معك ندعمك في كل غارة تنصر بها نبل المكارم والإيمان، واختامها شاعر يسوق اعتذاره لكان شعره مطرب الباب وذان اسمه لأجل الكلام اختصاره فيصل وربعه من هل الجود مطران. سلامتك. المنشدين توأم لهم مشاركة معنا، فليتفضل عبد الرحمن الشهراني وعبد العزيز الشهراني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير جميع. صراحة المناسبة عظيمة، بالذات لابن العم سعيد الشهراني، وشرفنا وقفنا على هذا المسرح. نشيد ترحيبي من كلمات الشاعر إبراهيم حلوش بالنيابة عن أبو عبد الله. تسابق الشاعر يروي قصة خاضرة، وتناثر الشوق في روحي ووجداني، على بياض المحبة نكتب ونقرأ مشاعر صاغها نبضي وشرياني، مشاعر صاغها نبضي وشرياني. ضيوفنا يوم جيتم حلت البشرى، وتبسم الحرف في ميلاده الثاني، بمصافحتكم تسامح من الأغرى، انتم شد البوح وانتم همس الحاني، انتم شد البوح وانتم همس الحاني، وانتم حروف الروي والصوت والمجرى، والقافية والقصيد وكفه الحاني. شكرا لكم يوم زرتم حفلنا، شكرا بوجودكم طابي وقتي وزانت وزاني، بوجودكم طابي وقتي وزانت وزاني. ضيوفنا يوم جيتم حلت البشرى، وتبسم الحرف في ميلاده الثاني، بمصافحتكم تسامح من الأغرى، انتم شد البوح وانتم همس الحاني، انتم شد البوح وانتم همس الحاني، وانتم حروف الروي والصوت والمجرى، والقافية والقصيد وكفه الحاني. شكرا لكم يوم زرتم حفلنا، شكرا بوجودكم طابي وقتي وزانت وزاني، بوجودكم طابي وقتي وزانت وزاني، بوجودكم طابي وقتي وزانت وزاني. تعيش. لكل نجم من نجوم زد رصيدك أربعة كلمة في حفلنا هذا، وسنبدأ بالنجم محمد الفهيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا داري إن هذه مقصودة من سعيد حطنا الأول، بس عاد شكر الله. أول شيء ما شاء الله حضور رائع. سعيد طبعا يستاهل اكثر من كذا، ولا مرحب بسعيد، ومرحب الشباب، مرحب ابو سعيد وعمانه. طبعا تبون نتكلم عن سعيد نبي نجلس الى الفجر نتكلم عنك. طيبة قلب، حسن خلق، حبوب، شوفوا شلون استحى. طبعا يكفيه بالبرنامج انه يقومنا عشان الوتر، والله هذه يمكن افضل شيء شفته، ولا يعني ما. وطبعا ما شاء الله حفل سعيد كل جاوا القريب والبعيد، وطبعا فريق دعمي جاء كله قال عشان سعيد، هو يستاهل بيض الله وجهه. والله يجزاكم خير، والله يجمعنا ان شاء الله بالفردوس الاعلى.
السلام عليكم. نجمنا الثاني هو إبراهيم سويلم. السلام عليكم، حياكم الله جميعا. أول شيء مرنا مستعجل بيقول على طول الله وش علومكم طيبين. أسأل الله أن يجمعنا يا رب في الفردوس الأعلى من الجنة في هذا الجمع الحبيب اللطيف، وأسأل الله أن يوفقكم. طبعا شباب الزرس مستغربين من هالكلمات الطيبة اللي تطلع مني، ما بعد شفتوا شيء، القادم أقوى وألطف وأجمل إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفقك يا شيخ سعيد، شخص سعيد والله العظيم. طبعا مستانس إني قاعد أمدح هذا الحين، أسأل الله أن يوفقك ويسر أموره. طبعا سعيد هو نصفي الثاني، حبتين. أسأل الله أن يوفقك ويسر أموره، والله العظيم إني أحب هالرجال وأقدره من محبة أهلي، يعني لو أنه ما يحبني ثاني طول عمر لوح. وأسأل الله أن يوفقك ويسر أموره. تبون تسمعون شيء أنا ولا ما تبون تسمعون؟ نبي صوت، بتسمعون ولا تسمعون؟ نقول خلوا البساط، أدري شلخت روسكم بذا القصيدة لكن بيقولها لكم. خلوا البساط أحمدي والمسألة فالة، جيبوا لنا دلتين والهوى شمالي. أبنصحك يا الخوي ما بيلك زالة، أبيك تفهم كلام الصاحب الغالي. الفرض يا صاحبي في الوقت قم صالة، واطلب كريم العطاء ومدوده جزالي. يقول خلوا البساط أحمدي والمسألة فلة، جيبوا لنا دلتين والهوى شمالي. والله يعطيكم ألف عافية. نشكر النجم إبراهيم السويلم، والآن مع سلطان الفيفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، أخونا وحبيبنا والأخ الكبير لنا والموجه سعيد الشهراني. بصراحة ما أدري إيش أقول في سعيد، غير أنه كان أقرب واحد لنا في البرنامج. والله مجرد ما يعني يحس عليه غلط أو يحس أني زليت في شيء مسكني، تعال يا سلطان ترى كذا كذا كذا. ودائما الإنسان اللي ينصحك هذا إنسان قريب من قلبك، والله اني احبه وعزه ولا معزه خاصه عندي، والله يوفقه. وما لي عذر والله اني ما اجي، مع انه كانت عندي ظروف وظروف الوالده، لكن سعيد انسان غالي وتاج راسي، وافتخر فيك والله يا سيد. الله يوفقكم ان شاء الله. ايضا النجم اسامه فقيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أنا أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن يسر لي ولأخواني مشاركة هذا النجم الذي استحق بجدارة، وإن كان الجمهور ما أعطاه هذا اللقب اللي هو فارس جمهور سيد رصيدك، حنا بنعطيه هذا اللقب لأنه سعيد ما أخذ هذا اللقب بتصويت جمهور، إنما هو أخذ هذا اللقب حينما أثبت وجوده وحينما عمل، بل كان مدرسة للواقع لكثير من الإعلاميين. طبق الواقع بحذافيره بدون أي تكلف أو أي تصنع، أوصل رسائل بدون أي جهد. هذا هو الواقع بحد ذاته. سعيد هو فارس جمهور زيد رصيدك، وهو فارس نجوم زيد رصيدك. صراحة أنا من جمهور سعيد شهراني. طيب الله وجهك يا سعيد وما قصرت، وأسأل الله سبحانه وتعالى
أن يتمم لنا الفرحة الكبيرة بزواجك وقر عيننا في عيالك، وهنيئا لآل سعيد الشهراني جميعا، بيض الله وجهه. مشكلة هوا ولا كنت أبغى أتغزل في سعيد يا أخي؟ إسلامي شع نور يفيض في الأكوان، فشد الورق معلنا بالأغاني. شع نور يفيض في الأكوان، فشد الورق مولنا بالأغاني. يورث الليل بالمسرة رجل سرمدي ملون للحان. يا سعيدا حظيت بالسعد دوما، أنت فخر الشباب في الأزمان. يا لال يا لالي شكرا لكم. ما شاء الله تبارك الله، وأذكر الله عز وجل. شكرا. هذا أول واحد. والآن مع عاصم البشري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي. هذه من الأشياء اللي تعلمناها من النجم والمبدع وفارس رصيدك أخوي الغالي سعيد الشهراني. يعني اللهم لك الحمد أنه الله من علينا وشاركنا هذا النجم. كان مميز حتى في سكناته، كان مبدع، كان يوصل رسائل جميلة جدا في هدوءه، في ذكر الله عز وجل، في أهدافه، في واقعيته وعفويته. لذلك تعلمنا من سعيد كثير وبيض الله وجهه. أنا أخذت جزء كبير من شباب زد رصيدك كلهم، وأخذت من البرنامج الشيء الكثير، لكن يعلم الله أنه سعيد له أثر كبير علي، ولا قصرهم بالبقية. لكن ما شاء الله سعيد، يعني حتى أنا سافرت معه بعد البرنامج، توقعت إنه ما شاء الله إعلامي وبيصير إنسان فخم يعني، لكن ما شاء الله واقعي جدا يعني. فلذلك ما شاء الله تبارك الله، الله يديم عليك أخوي سعيد، وتستاهل أكثر من هذا. والله يوفقك ويسعدك بإذن الله، نفرح بزواجك بإذن الله. ألف شكر في أمان الله. وصلت لي الدعوة ولا للعذر، لا وصلتني قلبني من اللي لا دعاه. وصلت
والآن مع النجم ريان القويحي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو طلال مسيتوا بالخير يا وخييني، كل باسمه وكل برقمه على قوت السويلم. أرحم مليون يا إبراهيم، أبشر بأسعد إبراهيم السويلم. أول ما جاب ذا قال لازم تعطينا الشيلة، ونعذر الربع الصوت شويتين، لكن أسلم يا أبو حمد. يا لا 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 يا لا لا. مرحبا ترحيبة وفياتك ظل لزوم، لأن الشام والطحاطيح والربع القروم، من شمال المملكة لين حدك صل الجنوب، والثناء والشكر لله رب العالمين. يا لا 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 يا لا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. ودنا بالطيب ميرز من جحاد طيب، كل ما تخلص مع الناس كنك تغشها، يدك لا مدت وفا لا تحرى وش تجيب، كان جاتك سالم أحب يدك وخشها. يا ليلالا 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 يا ليلالا. كل ما شبيت نار المحبة ما حبيب قام يزعل في مشاهبها ورشاها، كلمة ما هي بتندان للحق المصيب، جعل قشش الحطاب لا حزن يكتشاها. يا لا 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 يا لا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. مرحبا ترحيب وفياتك ظل لزوم، لأن شام والطحاطيح والربع القروم، من شمال المملكة لين حدك صل الجنوب، والثناء والشكر لله رب العالمين. سلامتكم والله أنكم يا الربع أنكم محقتونا. من اليوم عيدة واحدة ثانية، أصبر شوي واحدة ثانية، لكن شويتين الربع خل شوي ها الجو. والله يا الربع لو اني بتكلم عن ابو عبد الله سعيد الشهراني اني ما وفي حقه، ويعلم الله فعل الجماعه والربع انهم ما قصروا وجمل الله حالهم، لكن انا عندي سر لسعيد الشهراني. ابو عبد الله سعيد الشهراني في سر، انا غردت بتويتر ابو عبد الله، انا غردت بتويتر قلت فيه سر عن سعيد الشهراني. ابو عبد الله يا الربع بعد ما طلعت برايم انا جاءوا مشهد تمثيل وكان عن الاب هو وجابر السلماني، لكن ابيك تسمح لي ابو عبد الله اقوله. فجاءوا المخرج قال يا سعيد المشهد لازم يحصل فيه شوي بكاء، وبعطيك قطرات تحطها بعينك ومثل المشهد. قال لا، قال جلال الحلو شلون؟ قال عطن جوالك، هو يعطيها الجوال. قال اكتب ريان القويعي ويطلع ابراهيم ريان القويعي. هذا ابو عبد الله عندكم يقول شغلت المقطع وقلت للمخرج اذا شفت نصيح صور. ابو عبد الله يقول شغلت المقطع ما اخذ دقيقتين الا انا ابتس عنده، فالمشهد ذاك ترى كله علشاني مو علشان مشهد جابر. بيض الله وجهك ابو عبد الله وجمل الله حالك، وما والله العظيم انما تعنينا من القصيم الا حبا بك وبالجماعه، لكن باذن الله من هنا
إن شاء الله عرس سعيد مع عرس ريان القويعي سوا بالقصيم وانت بيشة الجماعة بيجون هنا وهنا كثر الله خيركم. الآن مع النجمة ثامر الخمشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. أنا أقول هنيئا لسعيد بأهل بيشة وهنيئا لأهل بيشة بسعيد الشهراني. صراحة يعني سعيد ما شرفكم، أنتم شرفين أنفسكم، لكن سعيد مثلكم صراحة خير تمثيل وبيض وجيهكم أمام الجميع. و أنا أقول يا سعيد أسأل الله يوفقك ويعلم الله لو ما طلعنا من البرنامج إلا بمعرفة سعيد الشهراني أبو عبد الله وباقي زملائي، هذا أعتقد هو الفوز الحقيقي بالبرنامج، برنامج درصيدك. صراحة تشرفت بمعرفة أبو عبد الله في هذا البرنامج، وأسأل الله العلي القدير أن يجمعنا في جنات النعيم. وما أبي يعني أطيل على الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع النجم عبد الرحمن مالكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا بعد رأسي أبو طلال. سعيد ما راح أتكلم عنه، محبة الناس له وجمهور هذا الكبير أكبر دليل على نجوميته وعلى نجاحه. أسأل الله أن يوفقه ويكثر من أمثاله. في أبيات بسيطة أقول: يا حي مرسال وصلني وعاينت، يا الشامخ الحر الشجاع النداوي، يا الواهبي لي الفخر وين ما كنت، لا قالوا اني لك رفيق مخاوي، فالخير فالفزعه ظهرت وتبينت، من لابت تقدح نهار العزاوي، يرزقك ربي مهرة توها بنت، تروي ظمأك وتسعدك يا الهواوي، والله ما انسى اخوتك وين ما كنت، يا القرم يا النشمي يا راعي الهقاوي. سلامتكم. يا حي مرسال وصلني وعاينت، يا الشامخ الحر الشجاع النداوي، يا الواهبي لي يا الفخر وين ما كنت، لا قالوا اني لك رفيق مخاوي، فالخير فالفزعه ظهرت وتبينت، من لابت تقدح نهار العزاوي، يرزقك ربي مهرة توها بنت، تروي ظماك وتسعدك يا الهواوي، والله منسى اخوتك وين ما كنت، يا القرم يا النشمي يا راع الهقاوي، يا القرم يا النشمي يا راع الهقاوي. سلامتكم. إذا قلنا أخو سعدة يطلع ظهر لنا جابر السلماني، والكل يعرف جابر. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بخير جميعا. أول شيء أشكر سعيد على هالحفل الطيب، والله لو الحفل بيشة اللي حضروا عاد شلون بالرياض. سعيد ما شاء الله تبارك الله يملك خلق جميل وعفوية، وكذلك ليس عيب أن الإنسان يفقد مشاعره أمام الكاميرا أو أمام الهواء. يعني قد يختلف عليه اثنان،
سعيد تعرض لظروف وذكرها سعيد وفي خيمة غرم ونذكر أنه نهار كذلك لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك من واسع فضله سعيد وأن يسر لك الخير ويطول بعمر والدك ووالدتك وأخوانك. فبس أحب أوجه رسالة للجمهور ولا المشاهدين، إحنا يا شباب زد رصيدك شباب، هذا جاء أحد الميكروفون، إحنا يا شباب زد رصيدك العشرين، قد يخلقون بيننا الجمهور ثنائيات، فلان يمشي مع فلان عشان كذا وفلان يمشي. يا جمهور يا عزيز، ترى إحنا على قلب رجل واحد، وأكبر دليل يوم نهرب من القرية. ما يحتاج يا أبو طلال، قال أضرب على السايد إلى صرت وعلى الولي وصل رشاء وانقطاعه، إما تجيب عقود لولو ومرجان ولا عسب ليس يطير بشعاعه. نسلم عليك. والآن مع النجم أحمد الشراري. السلام عليكم، مساكم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أسأل الله على القدير أن يوفق أبو عبد الله ويسعده، رجل بتلقائيته بعفويته، إنسان ملك حب الجميع. والدليل التجمع اللي كلنا تجمعنا والله على ظروفنا، ونورنا أبو طلال الأستاذ عبد الله الراجح، ويروعنا لما نشوفه سبحانه يطلع علينا النكبات، الله يجزاه بالخير. أسأل الله أن الله يوفق أخونا سعيد ويوفقه، وأتمنى التوفيق. وشاتي والله في مجروحه، ما تكلمت عن عبد الله ما ادري ما في حقه، لكن اسال الله العلي القدير انه يسعده ويوفقه ويرزقه من حيث لا يحتسب. واشكر جميع القائمين على هالحفل على استقبال وعلى بالنسبه للقصيد، يمكن سعيد هو الوحيد اللي كل ما احاول اكتب فيه ما اقدر، احاول اكتب ما اقدر لاني ما لقيت الابيات التوفيق حقه. الله يوفقكم جميع، واكرر الشكر للقائمين على اللجنه المنظمه على الاستقبال وعلى الكرم، ونشكر الشيخ عبد الله الشراني ابو سعيد على الاستقبال من وصلنا حتى هاللحظه، وبعدنا يبون يتركونا. والله يجزاكم بالخير جميع، ونشوفكم على خير. الله يوفقكم. هيثم العبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حي هالوجيه والله. وصراحه اني اخجل بالوقوف أمامكم وأمام هذا الجمهور العظيم. أنا أقول باختصر لكم جملتين، والله التوفيق اللي يجي سعيد ويجي غيره من الشباب أنه أولا رضى الله عز وجل ثم رضى الوالدين. تبي التوفيق في حياتك ارض والدينك، هذا أنا باختصرها في الجملة دي واكتفي بالعبارة دي. بيض الله وجهك يا أبو عبد الله، وتستاهل الطيب، والله ما جينا ولا تعنينا إلا محبة فيك وفي ذا الخشم. الله يسعدك. الكل يرغب بإلقاء كلمة ومشاركة سعيد في حفلنا، ولكن ضيق الوقت يداهمنا فاعذرونا. الآن مع النجم علي الهمش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان رحب بالشيخ بدر المشاري، نورتنا ولي الشرف نجيتك على كلمتي. الله يسعد قلبك. قلت حضوري لهذا الحفل مو منة علي، بالعكس هذا أقل واجب، والله العظيم من حبي لأهل الجنوب. وأشكر سعيد الشهراني أنه جمع لي هالوجيه هذه، وجمع خلانا نشوف أهل الجنوب وأهل بيشة وأهل شهران كلهم. والله تشرفنا بكم، أقسم بالله محبتكم بالقلب، وأنكم تاجن على الرأس، ومحبتكم من محبة سعيد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم. نرحب بالشيخ الدكتور بدر بن نادر المشاري، حللت اهلا وطلت سهلا يا دكتور، نورتنا الله يحفظك. الله يحييك. والان مع النجم فيصل خالدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبي الهدى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمته وبركاته. الكلام عن أخوي السعيد الشهراني يطول، شخصية مميزة وشخصية مؤثرة، وهو إحدى الأركان المهمة داخل قرية زد رصيدك. سعيد الشهراني الجميع تعلم منه، الصغير قبل الكبير، الجميع أحبه، الصغير والكبير. سعيد الشهراني، من يعرف سعيد الشهراني وقصته وبره مع والديه
يعلم جيدا بأنه صاحب القلب الطيب وصاحب القلب الأبيض وصاحب الأخلاق الخلق الرفيع والابتسامة الجميلة. سعيد الشهراني أقول لك أخي الذي لم تلده أمي، أحبك الغالي، الله يسعدك. الآن مع النجمة سرور الرودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على رسول الله، مساكم الله بالخير جميعا. الحقيقة أنا سعيد بتواجدي في حفل سعيد، وشرف كبير والله العظيم من التواجد في حفل يكون فيها هالوجيه كلها. وأخوي ثامر قال أن سعيد مثل بيشة خير تمثيل، أنا أشوف أن سعيد ما مثل بيشة وبس، والله ما بعيدا عن المجاملات وعن أي كلام في مثالية، سعيد مثل يمكن أقول لو أقول المملكة بأكملها تكون قليلة، لأني يستاهل هذا الشخص. وسعيد حقيقة إذا كنت تبحثون عن الواقع اللي عليه البرنامج، يعني قام البرنامج عليه أنه واقعية، فسعيد الشهراني أنا أشوفه واقع الحالة ويستاهل الحضور، والله يوفقه، وإن شاء الله عقبال ما نشوفه فراحة الدوم يا رب. والله يوفقك يا سعيد والحضور. السلام عليكم ورحمة الله. الله يسلمك. الله يعافيك. النجم الآن ياسر سنان. مساكم بخير ويعطيكم الصحة والعافية. طيب حبايبي الله يسعدكم جميعا ويحرم هذا الوجيه من النار، قولوا آمين. تعنينا وجينا للحلو والحبيب وصاحب الخلق سعيد. سعيد أنا بذكر له موقف وامشي عشان الوقت والبث لا يقطع علينا. طبعا سعيد دائما كل ما أجي أصحيه وسرير جنب سريري، كل ما أجي أصحيه من النوم أقوم للصلاة، سعيد صلاة ما شاء الله تبارك الله، يقوم لبيه يروح على اساس انه يتوضا. طبعا انا اتوضا وانا قاعد اتوضا اشوف واحد جاي من وراي يقول لي سلام. مين اللي يقول لي سلام هذا؟ اطالع التوتي مين يسار القاه سعيد. والله يا جماعه الخير ما اوصل المسجد الا القى سعيد قبلي، كيف ما ادري، ما شاء الله تبارك الله. فالانسان محافظ على صلاته قبل لا ينام، وزعوا لنا كتاب الرحيق المختوم، كان ما شاء الله تبارك الله يوميا يقرا من هذا الكتاب. انا اقول الله يزيدك ويسعدك الدنيا واخره، لو وصلت لابراهيم الاخير يمكن انت اللي تاخذها. اتمنى لك الخير، انت تستاهل اكثر من كذا، والله يسعدك الدنيا واخره. والان مع الاستاذ عبد الله الراجح ابو طلال. طبعا احنا حطنا في الاخير عشان ما يخافون الشباب منه، حطنا اخره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، حياكم الله كلكم. اول شيء ارحب بمسابقين بالشيخ بدر مشاذي، والشيخ بدر عزيز ان اليوم نشوفه وبكره من ساعه. ورحب نجم الحفل اخوي سعيد، وطبعا سعيد ما يعرف سعيد، سعيد سبحان الله انا من الاشياء اللي كنت محبوب فيها الحمد لله في برنامج زيد رصيدك اختيار سعيد الشهراني، لاني انا بالذات احترت سعيد من بدة المتسابقين اكثرهم. لان سعيد شفت مقاطعه في الانستغرام وكان يعجبني اسلوبه وتحيته واستهلاله وشدني، قلت هذا بيطلع منه شيء قوي، وسبحان الله سعيد طلع ثالث. وين ثالث؟ جمهور زد رصيدك، وبين اختيارهم من الجمهور هذا اكبر دليل على حب الجمهور له، وهو يستحق ذلك. المتسابقين ما شاء الله متسابقين كيف زد رصيدك، وحتى مشتركين معنا في التصفيات قدموا كثير وقدموا كثير وساعدوا في انجاح برنامج زد رصيدك. وأنا أحب من هذا المنبر أني أشكر كل متسابقين زد رصيدك، بينهم ساعدوا وساعدونا أن ننجح برنامج زد رصيدك. طبعاً أنا اليوم بحفل سعيد، وكلمات عن سعيد ما توفيه حقه، لأن سعيد قدم كثير في البرنامج، وحبه وعطاءه وواقعيته جعلت الناس تحبه، والحب هذا مو بنا اللي يشيد فيه، الناس هم اللي حبوه عشان ما قدمه. وأتمنى من الله أن يوفق ويسدد خطاه وينجحه في كل مكان. وأنا سعيد جداً أني أكون اليوم معكم، وصدقون المتسابقين زد رصيدك حتشوفونهم إن شاء الله السنوات القادمة أفضل وأجمل
في كل مكان إن شاء الله. ويا هلا وسهلا، السلام عليكم. الحين مع النجم أبو رنة عبد الرحمن سلامة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله جميعا. يعلم الله أن ما حد قدي أني يعني موجود بينكم، والله العظيم يعني ما توصل أن الواحد يعني ما يدري شو يعبر وما يدري شو يقول، ممكن التعبير يخوننا. طبعا أرحب بالشيخ بدر، يعطيكم العافية إلى الأمام. والله العظيم يعني ما شاء الله حضور والأروع، يعطيكم العافية، شكرا لكم جميعا. شكرا لك لأنك ساعدتني صراحة في حاجات كثيرة في حياتي، في يعني الجمهور صار يحب برنة عن طريق والله أبو عبد الله، يعطيك العافية. شكرا لك، شكرا لشخصك الكريم، أتمنى لك توفيق والله يوفق الجميع إن شاء الله. شكرا لكم. وأنا بدوري أكرر الترحيب بالشيخ بدر بن نادر المشاري، وأقول مجالك يا شيخ تعطينا كلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول ما كان يقول الأول، إن قام حفل على المزمار والطربي فحفلنا اليوم للإرشاد والأدب، أو قام حفل على لهو مفسدة تركتها فرياض الذكر أجدر بي، أو قام حفل على شر وأغنية فنحن جئنا لنرقى سلم الرتب. التميز يا شباب، حقيقة التميز أن ترى شخصا ناجح ولا يكون هناك أنجح شخصية رأتها الأمة على وجه الأرض هو محمد صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام. الذكاء ترى نسبي والغباء نسبي. يقولون أهل الفلسفة وعلماء التربية والنفس أن الذكاء نسبي والغباء نسبي، بمعنى ما في أحد ذكي على طول الخط ولا فيه غبي على طول الخط. وقالوا بالمعنى الثاني أنك الشيء اللي تهتم فيه أن تكون ذكي فيه، والشيء الذي ليس لك اهتمام فيه أنت ربما تكون غبيا فيه، وعذرا على هذا اللفظ. ولذلك التميز اللي تميز به نجوم زد رصيدك هي موهبة تلقائية استطاعوا من خلالها أن يكسبوا هذه الجماهير وهذه المحبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترى استطاع، أنا أشكر الحقيقة الإخوة وأبارك الأخ سعيد، وأنا أقول كل الحقيقة الذين شاركوا سعيد وإخوانه في زد رصيدك نحسبهم نجوم. واليوم بث هذه اللقاء أو هذا اللقاء عن طريق هذه القنوات هو نوع من احتواء وصقل هذه المواهب. النبي مرت عليه امرأة أم عمرو بن أمية، ولدها كان يحب الشعر ومفتون، وتعرفون كان في بداية الإسلام وأغلب الشعر الموجود شعر جاهلي. فقالت الأم للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن ابني هذا مشغوف يحب الشعر ويقول الشعر الغث والسمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب على البغي له عليه الصلاة والسلام ومر وشاف عمرو بن أمية. تتوقعون ايش قال له لما شافه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عمر تعال اركب معي. يعني زي اللي يمر واحد بسيارته يقول له تفضل تعال خاوني. فعمر بن أمية شاب صغير عمره 18 سنة ويركب مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه خصوصية. فلما ركب قال له الرسول: بلغني، شوفوا الذكاء واحتواء الموهبة وصقلها، قال: بلغني أنك تجيد الشعر، يعني تحب الشعر. قال: نعم يا رسول الله. قال: أسمعني. قال: أنت تسمع الشعر؟ قال: أسمعني. نعم. يقول عمرو بن أمية: فأسمعته من الشعر 100 بيت. يعني كم تتوقعون 100 بيت قالها في كم تقريبا؟ خلنا نقول 20 دقيقة تقريبا، نصف ساعة. الرسول يستمع إلى هذا الشاب لم ينهر، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أجمل الأبيات التي سمعتها، يعني الرسول، على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. فقال له النبي آخر الكلام: يا عمر اسمع وانتقي، اسمع وانتقي. والنبي عليه الصلاة والسلام يسقي المواهب أولئك. شوفوا نيوتن، تعرفونه ولا لا؟ يعني تتكلم عن صاحب الابتكارات والنظريات.
يقولون من شدة ذكائه أنه كان إذا أراد أن يفعل الشيء يكتبه من كثرة ما تتزاحم عليه الأفكار. مرة من المرات هو جالس في غرفته أو في مكتبه وكان عنده قطو أزعجته، هذه القطو له هو مربيها، لكن إذا بغت تدخل إلى الغرفة أو المكتب تأتي القطو هذه وتماوي مياو مياو كما يقال، تفتح لها الباب وتدخل، إذا بغت تطلع أزعجته فتح لها الباب، وبعدين من غير تفكير قام فتح لها فتحة في الباب. هذا ذكاء ولا مو بذكاء؟ هذا مو بذكاء، يعني خرب الباب وخلى لها فتحة، إذا بغت تدخل دخلت. الأشد من هذا أن القطوة هذه ولدت 3 قطاوة وبدأوا يمشون، فعشان يدخلون راح يفتح لهم 3 فتحات. شوفوا الذكاء النسبي كيف والغباء النسبي. هو لو ترك الفتحة الواحدة هذه دخلت القطوة الأم ودخلت معها 3، لكن لأنه ما كان فيه نوع من التركيز. فلذلك أنا أقول لسعيد وأقول لكم كلكم، القناة بداية، وكل الإعلام المحافظ تراه مهاجم ويواجه اليوم تيار وحملات شرسة. الواجب علي في هذا المقام اليوم أقول لكم 3 كلمات فقط: اتقوا الله في الإعلام المحافظ، وإياكم أن يؤتى الإعلام من قبلكم. ليست المسألة مسألة الأضواء والشهرة والمكانة، هذه خلاص انتهينا، أنتم أخذتموها وأصبحت صوركم اليوم حتى في المحلات وفي الشوارع. الأعظم من ذلك أن تحافظون على هذه الشاشة. ليش؟ حتى نوقف أعداءنا لا يدخل عنا بسبب هذا الإعلام. أسأل الله لكم التوفيق، تظل قناة بداية القناة الرائدة في الإعلام المحافظ، ولها منا 3 أمور: أن ندعو لها، وأن ننصحها إذا رأينا خطأ، وأن ندعمها وأن نقف معها حسا ومعنى وماديا، حتى يبقى هذا الإعلام المحافظ. حفظ الله الإعلام المحافظ، وحفظ الله نجوم الإعلام المحافظ، وبارك الله فيكم وفي من يشاهدنا، وزادكم الله من فضلك، كثر الله خير أخوي سعيد، وأسأل لكم التوفيق جميعا. أنا اسمحوا لي أعتذر حقيقة على موعد وأنزل إن شاء الله تعالى من هذا المكان. شرفت بكم جميعا، شرفت بأخوي الشيخ ناصر وبقية المشايخ اللي حضروا، شرفت بوالدك يا شيخ سعيد الله يزوده ويرزقك بره يا رب العالمين، وأوصيك بره وبر والدتك، وأهنك على هذا القبول الكبير. أما الكلام الكثير هو جاني مرة، وهذا موقف من باب أن الشباب يذكرون، كان يذكر يقول أنا بديت أقرأ في الرحيق المختوم، وأني ترى بسير أتكلم عن سيرة الرسول أحسن منك، وأنا في هذا المكان أسأل الله أن نرى سعيدا يتحدث عن سيرة محمد بن عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع الأخ ناصر سي عبد الله من قناة المجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله توالت خيراته وتتابعت نعماؤه، له الحمد الحسن وهو الثناء وله الثناء الجميل، لا إله غيره فيرجى ولا رب سواه فيدعى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. الله يسعدكم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لأخينا سعيد من اسمه نصيب، فهو في سعي ووجد الدال فهو سعيد، ونسأل الله عز وجل أن يصب علينا وعليكم جميعا الخير صبا، وأن لا يجعل عيشنا كدا كدا. من نعم الله عز وجل على إعلامنا المحافظ أن ينشئ مثل هذه البرامج في ظل الفتن الهوج، وفي ظل الملتويات العوج، في ظل كل هذا ينشأ إعلام يحافظ على الأسر وعلى القيم وعلى السنة وعلى التوحيد وعلى الفضيلة. هذا من أعظم ما نتقرب به إلى الله عز وجل. وإن كنا قد تأخرنا كثيرا في أن تبني الأمة إعلاما محافظا، لكنها بعد أن جاءت سبقت الجميع، فعلى ما قدمه الإعلام بدءا من قناة المجد المجيدة، وأنا أذكرها في كل مجلس، إلى بداية المجد وبداية العز، وجمهورها يدللها ببدبد قناة بداية، الله يحفظها كذلك. أنا أقول يعني في ظل الهجمة التي كانت حول قناة بداية، ذهب الناس فريقان، والعدل هو الوسط، يعني فريق نشر مقطعا كأن قناة بداية ما نشأت إلا للفساد والخراب، وهذا باطل،
وفريق يدافع كأن قناة بداية ليس هناك خطأ فيها وهي جهد بشري يتخلله الخطأ. فالعدل أن نقول أن قناة بداية أسست على خير، أسست لنشر الخير، لنشر التوحيد والسنة والفضيلة وبناء المجتمع المتماسك. تخلل ذلك بعض الأخطاء البشرية، ولو لم تكن بعض هذه الأخطاء لاتهمنا أنفسنا، إذ أننا نتحدث عن جهد بشري، والله عز وجل يريك النقص في خلقه لترى الكمال في ربك. الله يريك النقص في خلقه لترى الكمال في ربك. أنا أقول جميعاً علينا أن نتعاون في بناء هذا الإعلام المحافظ، والرسالة ليست فقط للجمهور، يعني لما نقول لأخواتنا أن يعينونا بالدعاء وبالتوجيه وبالنصيحة، كذلك من ظهر على هذا الإعلام عليه كذلك أن يكون على قدر هذه المسؤولية، لأن ظهورك في الإعلام هو كالخان، يعني كالفندق، تسكنه وتصبح عنه راحلة، ويأتي بعدك من لا تعلمه، يعني ستأتي أجيال ما يبقى إلا الأثر الطيب، يبقى من بنى نفسه وأسسها وبنى لنفسه مجداً. فإن الإعلام هو في الحقيقة يعطيك لتقدم لا أن يبنيك، يعني الإعلام هو يظهرك للناس لتقدم هذه الفضيلة وهذا الخير. أنا أقول كذلك مسألة أخرى، هذا البلد يعني المملكة العربية السعودية بلد العز، بلد التوحيد، بلد الخير، تتخلله هجمات من يهود ونصارى، وتبعهم في ذلك الثاغية الراغية أبو الذبان، حمار قبان، الأعمش الكحال، حفيد أبي رغال، وهم الرافضة يسعون لضرب هذا البلد بقيادته ومؤسساته ورجاله ونسائه ومواطنيه. فنحن نقول إننا جميعاً في وجه هذه التيارات، يهودية، نصرانية، تغريبية، علمانية، رافضية، في مواجهة هذا البث وهذا السموم، لنحيي من خلال هذا الإعلام فيما تبثه قنواتنا المحافظة، ونشد على أيدينا بالنصيحة والتوجيه لنبني بلداً كما قال عنه الشاعر يتحدث عن المملكة العربية السعودية فيقول: وطن تجمع بالعقيدة شمله، وأقيم منه على الهدى البنيان، وطن عباءته الشموخ وثوبه ثوب الإباء ودرعه الإيمان، وطن تبادله النجوم ضياءها ألقا ويسقط دونه العدوان، وطن له الربح الكبير بدينه ولحاسديه البؤس والخسران، وطن حباه الله خدمة بيته شرفا له كل الزمان كل الزمان زمان، في راية التوحيد منه حقيقة كبرى عليها تثبت الأركان. لك يا بلاد الخير، لك يا السعودية، لك يا بلاد الخير رأس شامخ، فخذي زمام المكرمات وقودي. إن كلنا مطالبون مهما كانت بلداننا ومهما كانت جنسياتنا أن نقف صفاً واحداً، لأن السعودية هي آخر قلعة من قلاع الإسلام الصامد، والحرب عليها كبيرة، يجب أن نقوم بإعلامنا وأموالنا وجهدنا وأفكارنا وأقلامنا في وجه مثل هذه التيارات، لأن الخير إذا انتشر في هذه البلاد وهو كذلك سينتشر على كل ربوع الدنيا. سامحوني فأنا معكم فقط كبائع زمزم على أهل مكة وبائع التمر على أهل المدينة، وأقول كما قال ابن الجوزي: عجبي من فتية بالعراق قلوبهم بالجفا قلبوا، يرون العجيب قول الغريب وقول القريب فلا يطربوا، وعذرهم في ذاك عند توبيخهم مغنية الحي لا تطربوا. الله يسعدكم جميعا، وفقكم الله جميعا، وفق الله إعلامنا، ووفق الله قناة المرقاب لأن تحذو حذو أخواتها في أن تكون كنا ذلك قناة رائدة، وأن نتجنب ما يكون فيها أحيانا من بعض شفرات الآهات والموسيقى لتلحق بالمجد وبداية. الله يسعدكم جميعا. والآن مع فارس نجم زد رصيدك 3 بندر غريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم جميعا بكل خير. طبعا الشعب كله يشر يوم طلعت تقول الساعة، لكن أبشروا بربع ساعة إلى 20 دقيقة. طبعا حبيبنا أستاذ سعيد الشهراني ووالده شيخ عبد الله وعم عايض يعني قريبين منا جدا في الحارة نسكن فيها حقيقة، أيام جميلة عشناها مع عائلة الكعدان جزاهم الله خير. لا تنسى ذكريات سعيد، وفي أمور خاصة أقول ولا ما أقول، هي على مدرسة الإمام البخاري أسكت. فسعيد حقيقة يعني مثلت بيش خير تمثيل بيض الله وجهك، ونسأل الله يرفع قدرك ويجزاك خير. سعيد الله بتواجدي مع نجوم زد رصيدك 4 ما شاء الله لا قوة إلا بالله،
وناس على قلب رجل واحد. أشكركم على هذه المحبة وعلى هذه الألفة التي بينكم. وسعيد ركز معي شوي. أبو سعود غرم البيشي شيخ غرم في تواصل معه إلى البارحة وقت متأخر وناوي والله يحضر الليلة، ويعني كان بيحضر إلى 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 الظهر اليوم، لكن حصل ظرف طارئ ويعتذر ويقدم اعتذاره لك وللشباب جميعا، شباب زد رصيدك أربعة والمشايخ الفضلاء والناس الحاضرين جميعا، في بلغكم سلامه وتحياته. أنا أقول يا شباب باختصار شديد، يعني لا المحافظ يحتاج منا وقفة صادقة علشان ما تطلع مثل هذه المقاطع للإعلام المحافظ. كيف نسد هذه المقاطع؟ بتعاملنا نحن نكون قدوة، يعني فعلا قدوة صالحة للمجتمع، أقدم شيء عشان ما حد بكرة يروح يأخذ لي مقطع أو يأخذ لي صورة أو يأخذ لي كلمة قلتها بالخطأ ثم ينشرها للناس يقول هذا إعلام محافظ. هذا والله ليس إعلام محافظ، أنتم قدمتم خير كثير إعلام محافظ، تغيرت بيوت، تغيروا أناس، جزاكم الله عنا خير الجزاء على ما قدمتم. والله الله لا يؤتى إعلام محافظ من قبلكم، الله الله لا يؤتى إعلام محافظ من قبلكم. جزاكم الله عنا خير الجزاء وشكرا لكم مرة أخرى وبيض الله وجهكم. اسمحوا لي فقط شكر بسيطا، أشكر كل من وثق في أحمد الشهراني ووضعني في هذا المكان حتى أقدم هذا الحفل أمام هؤلاء النجوم وهؤلاء المشايخ، فلكم مني كل الشكر، وشكر خاص لوالدي الذي الآن خلف الشاشة ويدعو لي، فأسأل الله عز وجل أن يوفقكم جميعا. الآن قصيدة شعرية مع الشاعر عبد الله بن سعيد المعاوي. ما عليكم زود، صلوا على رسول الله. أقول يا مملكة شعري من القمة إلى القمة، عطاك الله شيء ما عطاه الواحد ثاني، عطاك الله قريحة شاعر يارد على الجمة، تسمع له قلوب أهل المعاني قبل الأذان. وأنا لجل التفاؤل والطموح الصعب والهمة، وطيبة قلب متسامح وخفة دم متفاني، على رجل جمع ما بينها وقلوبنا يمه، كسبها والقبول من الأوادم شي رباني، كسبها من براءة أو بدعوة أو رضا أمه، فلا بيده عصا موسى ولا خاتم سليماني، ومن طيبه توافد له جموع الناس ملتمة، سحاب غيم بجو الرياض وهل وداني. سعيد سعيد اللي بعد فينا السعادة والسعد عمه، على وضح النقا عاش الطبيعة والعمر فانية. سعيد اللي بعد فينا السعادة والسعد عمه، على وضح الطبيعة، على وضح النقا عاش الطبيعة والعمر فاني، على بيض النوايا يا سعد صدره على همه، تقول انه من هموم الليالي ما هو بيعاني، على بيض النوايا يا سعد صدره على همه، تقول انه من هموم الليالي ما هو بيعاني، بنى من قسوة ايامه فخر في ذمتي ذمه، يا اما هكذا ولا يعيش الرجل وحداني، بنى من قسوة امجاد ايامه فخر في ذمتي ذمه، يا اما هكذا ولا يعيش الرجل وحداني. الا يا سعيد وين سعيد؟ من قمة إلى قمة، عطاك الله قبول ما عطاه الواحد الثاني. كلمة يلقيها نيابة عن أبناء عمومة سعيد الأستاذ علي سعيد كعداء. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. خير الكلام ما قاله دل، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. بلسان سعيد واخوانه وعيال عمه نشكر الشخصين اجلوي السبيعي وعبد الله الشهراني، اجلوي السبيعي وعبد الله الشهراني بعد الله، ثم جمهور سعيد لولا وقفتهم ما شفتوا هالحفل وهالكرنفال، زايدها صلاه على النبي، وجمل الله حالكم يا حضور. والآن مع المنشد سعود أبو العماد. مساكم الله بالخير جميع.
وكان ما جينا وشاركنا فويش ذا الرفقة على شانه الوفي يلزم وتلزمنا رفقته ونقوم في شانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. الليلة نوماس وتشريف وتكريم شخص عزيز علينا سعيد ملك قلوبنا قبل عقولنا، صلاتي على النبي. يا رب قبلها يا سعيد الشاعر محمد بن الذيب جعل ربي يفك عوقه قال له بيتين، وأنا بما أنك ابن عمي أقول هالك الحين. من الجهات هالأربعة احتزم بي واحسب علي هناك ولا هنية، واللي لكني ما أذخره في حاجتك شيء لو حاجتك ملبوسية اللي علي. عليكم زود. وأنا أقول يا رب قدرني على فعل الجميل اللي يجمني لأجالي مجال في موقف ما له شبيه ولا مثيل، اجعل مكاني فوق بعيون الرجال والموقف اللي مثل هذا مستحيل افوته لو كانت ظروفي جبال. افعل الوعد افعل الوعد والطيب ما بيننا بان وفي واجب الوافي تهون الصعايب. نومست يا سعيد الوفي كل شهران يفخر بفعلك كل غمر وشايب. نومست يا سعيد الوفي كل شهران يفخر بفعلك كل غمر وشايب، ويستاهل التكريم من يتعب له اللي تعب لجل النعم وحروفه. فاللي مثل هذا ترى ينصب له رايات عز ثابته معروفه، واللي يبادل عيوني بلوفه والجميل بحشم عيونه عن الهين وماريته، واللي يبور بخليله يوم صاح الخليل متساويه كل حسناته مع سيته، واللي ليصح تلبالك في ماله مثيل اتعب العينه لي انا داك في هيته. وسعيد لا طروا الرفقه وحان الحصيل اقدر اسمه وطاريه وجاهيته. في اهل المجامل والردى واللعانه ويا اهل العلوم يا اهل المجامل والردى واللعانه ويا اهل الحسد والحقد بالهون بالهون، ما للردي في ذكر الامجاد خانه يبطون ما وصل الطويلات يبطون احد على وجه المراجل يهانه مخيب الامال ومخيب ظنون، واللي رقوا للطيب خلوا طمانه يرقون في كسب النواميس يرقون حبة خشم ولكل شخص مكانه تقدير لأن الطيب مهوب بالهون. سلام يا ذيب عوى في زمانه مجمل اللي في المراجل يطولون الوافي بفعله خذال حصانه وأهل التفاهة من فعوله يهذرون. حاز المديح المستحق بضمانه طبق الأصل للكفو مهوب كربون. سعيد عبد الله فرق عن خوانه من جيل سابقنا ومن جيل ياتون مطلق ويطلق للجمايل عنانه وافي وقرب وكاسب الطيب دندون صرح بكسب الطيب وعلم بيانه وفعوله الجزرة كما السيف مسنون يومي على رقاب الفشل والخيانة حتى وصل للمجد بالحفظ والصون. من الشمال هناك من الشمال هناك إلي عمانه متهون يا ابن العم ويبيك ميهون يبيك عبد الله وهذا مكانه بين النجوم الساطعة نجم مصيون. من الشمال هناك إلي عمانه متهون يا ابن العم وبيك ميهون ابيك عبد الله وهذا مكانه بين النجوم الساطعه نجم مصيون. عبد الله اللي فارق في زمانه كريم كف ووقفته تذهل الكون يوم انزهمني في مكانه وشانه افكار راسي كانها صابها جنون. قالوا عضيدك راح ولا زمانه مات وترك كل الخلايق يونون. على طاريها بكم تدعون لاخواني اثنين اللي توفوا في حادث ادعوا لهم بالرحمه ونستغل تواجدكم. علي الطلاق والله الذي له ما يجيني والله أنت اللي تستحق. قالوا عضيدك راح ولا زمانه مات وترك كل الخلايق يونون. علي الطلاق اني اشوفها وعانه يا كاسب الامجاد شكل ومضمون. جينا من ديار النخل جلشانه يستاهل العنوه ويستاهل العون واحنا كسبنا العز واللي وزانه يوم من بعض الناس للذل يشرون. فما جيت بختم فما جيت عابر سبيل يقول له كلمتين أما لفت النظر ولا كسبت العنا. صحيح سني صغير بس كثر السنين ما هي مقياس للي في المراجل عنا. والرجل ما عليكم زود والرجل يتعب على الدنيا وهي حاجتين أما ونعم النبأ ولا عساه الفنا. في الله تجعل قسمنا نعم دنيا ودين واقسم لنا في جنانك اجتماع وهنا. فعذرا على إطالتي يا معشر الغانمين لكم تحيات قلبي والشكر والثناء.
الشاعر راكان ثنيان. السلام عليكم، مسيكم بالخير الجميع. يقول اشهر لابن شهران قاف على جوك شطير والمع من صفار السبايك، واذبح لها الجزلات واقول يا اخوك لك يا سعيد الحيل تصبح برايت من شمري جاب قافة على اوك. ما عليكم زود. من شمري جاب قافة على اوك لجل سعيد مذهبك السبايك. الشوك درب نسلك لو على شوك حتى ولو دون الغلا سلك شايك، اللي وفاهم بين الأحباب مشروك حق على الوافين من دون رايك من محفل فيه اجتماع كل مبروك، واشهد عدد ما وصل الصوت مايك بالقلب صورة ما بها ظن وشكوك في ذكرها ينبض لها القلب لايك. وسلامتكم. والآن مع الشاعر سعد فلاح القحطاني. السلام عليكم، مسيتوا بالخير جميعا. يستاهل أبو عبد الله ويستاهل كل خير. أولا قصيدة مهديها لأخوي سعيد الشهراني، يستاهل كل خير. يقول سلام والتسليم مخصوصا على درب الفعال اللي يجمل لابة أهلا من وقف من دونها، اللي لياه ثقل الحمل يقدر على شل الثقال. يقول أنا شيال هذا من ربع عونها كاسب ونعمل يا طرى ولا ليا جاله مجال، يفخر قصيدي والشعر لقم تجر لحونها، وامدح وريث العز راعي الطيب زي زوم الرجال، نسل شهران مهجده من لا يعيش بصونها. هذا سعيد الطيب ساس العز كساب الجزال، لا ظنوا مثله حرام ما تخيب ظنونها. قلت وانا من روسك ومن تحتمي يوم السلال، تهجد العاصي وتعدم من لحقها اطعونها. قحطان ساس للعرب قحطان واسم الله يزال، ما يختفي لين رب الكون يخفي كونها. قصيدة مضمونها مدح الكفوف درب الفعال، كل الخلايق ربنا الوالي يعيش بصونها. سلامتكم. كلمات الشاعر محمد إبراهيم سعد السبيعي، أداء صوت الجنوب. وصلتني الدواء ولا للعذر لا وصلت مجال، ماني بلا اللي لا دعاه طيب يدور عذور، والله لا وقف معه بلي في كل حال، وانا عودت للشعر يمشي بالجزيل من الشعر.
الشعر حنات رعوده واشتعل براقه وهلات مزونه على ارض الذايقه من داني الشعر حنات رعوده واشتعل براقه وهلا تمزونه على ارض الذايقه من داني واجد الشعار لكن الجزيل اشفاقه والمدح في الناس ما ياتي كذا مجاني والمدح في الناس ما ياتي كذا مجاني والمدح في الناس ما ياتي كذا مجاني يستحق المدح من عاد على شهاقه مثل خوي سعيد بن عبد الله الشهراني وجهك ابيض يا سعيد ورايتك خفاقه انت الاول في قلوب الناس ما انت الثاني انت الاول في قلوب الناس ما انت الثاني وانت الاول في قلوب الناس ما انت الثاني وانت مثل العود الازرق يوم زاد احراقه زاد طيبك يا عريب الخال والعماني الكفو يقدم على الصعبه ما يثني ساقه وانت قدوه في العزم والصبر والثبتاني وانت قدوه في العزم والصبر والثبتاني وانت قدوه في العزم والصبر والثبتاني وانت عينك عين حر ما يبي مسباقه وانت راسك ما يبي الا مصامخ الشجعاني وانت يمناك كرم من المزنه التفاقه وانت ضلع في ركونه ما يخاف الجاني وانت ضلع في ركونه ما يخاف الجاني وانت ضلع في ركونه ما يخاف الجاني قال هل لي كثر تقديرك جرافع ما قات تعتبرني اخوك وانا اعتبرك من اخواني المشاعر كلها لمصافحك مشتاقه ما يترجمها نزف شعري وقول لساني ما يترجمها نزف شعري وقول لساني ما يترجمها نزف شعري وقول لساني والنهايه يا جماهيره ويا عشاقه صفقوا لسعيد بن عبد الله الشهراني والنهايه يا جماهيره ويا عشاقه صفقوا لسعيد بن عبد الله الشهراني صفقوا لسعيد بن عبد الله الشهراني صفقوا لسعيد بن عبد الله الشهراني الاستاذ عبد الله الراجح النجم علي الهمش النجم سلطان الفيفي النجم سرور الروقي النجم عبد الرحمن المالكي النجم فيصل خالدي النجم ياسر سنان النجم ريال قويعان قويعي النجم هيثم عبد الله النجم ابراهيم السويلم النجم عاصم البشري النجم احمد الشراري النجم ثامر الخمشي النجم جابر السليماني النجم جابر السلماني النجم محمد الفهيد Thank you.
بس اكتب اكتب الكلام اللي قلته طلع الورقه شلون يا عبد الله عبد خلاص قاعة تنبيرة للاحتفالات والمنشد سالم الشهراني والمنشد نواف الشهراني من باقي كلها من اللي باقي المنشد نواف الشهراني والمنشد سالم الشهراني وقاعة تنبير الاحتفالات وشيخ المندي والنجم عطى رسولي نرحب به لأنه وصل متأخر ويعذرنا على القصور يا سعيد هذه هدية من مركز الجوهرة اللي في زد رصيدك جابها الدوسري السلام عليكم هذه من من؟ هذه وين هديتك؟ هذا درع؟ من من؟ أحمد حسن عوض راح تدعي ما بدأت هي سعيد المنشد محسن عوض يلا يا اخوان سعيد هذه هدية منك ويصور احمد راشد موجود المصور يوسف البشري الأخ يوسف البشري والأخ عبد الله المقبل طلعني عبد الله المقبل عطني عبد الله المقبل لقيته شوي جاهز عطى ما اخونا عطى رسولي المصور خالد الفليح خالد الفليح المصور منصور العميران منصور العميران الشاعر محمد بن إبراهيم السبيعي
أبو عبد الله هذه هدية. محمد إبراهيم السبيعي. ها؟ سعيد هذه هدية مقدمة من عيد العيد. يسلم عليك. ايوه سعيد. مجموعة مفيد الإعلامية تكرم نجم الجمهور سعيد الشهراني. سعيد تكرم مجموعة مفيد الإعلامية نجم الجمهور سعيد الشهراني ويقدمها بالنيابة عنهم عبد الرحمن السليس. هدية مقدمة من المنشد محسن عوض للبطل سعيد الشهراني. الأخ طلال ضيدان. هدية مقدمة من الأخ طلال ضيدان. يا إبراهيم السبيعي من هنا يا من الشباب روحوا شو قولوا حضروا هدية مقدمة للأخ محسن عوض. محسن خلاص كده من خلاص خلاص سعيد. هذا وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وسنعود بعد العشاء بإذن الله. فريق الدعم يسلم سعيد جائزة جميع الفريق.
كلمات شاعر الوطن سعود القت، أداء نجم الفلكلور طارق الشلاحي. الشعر ثور كام البركان ورخيت حبل الرهوية، صفر وسيعت نحر وبطان، لا غيسلت ما لها فيا، لا غيسلت ما لها فيا. الشعر ثور كام البركان ورخيت حبل الرهوية، صفر وسيعت نحر وبطان، لا غيسلت ما لها فيا. سلام الربعي المطران تسليمة دارها حيا، تسليم عز على شهران حسب السلوم العربية. اشتول الأمجاد يا الشجعان يا حي من شاشي حيا، مثل المثبت على سيسان مرصوص طيا على طيا. الماضي الوقت والأزمان يوم السليل النضوية، يوم انها بندق وحصام سيف ورمح وشبرية، ومصام خروف سيف الميدان على صياح النخوية. أنا أشهد انكم طوال أيمان وأنا أشهد انكم صفاوية، اليوم كرمتوا وبنيها الفارس سعيد يا حيا، المحترم والعقل مليان وخلق مياه عالميه. فاز بلقب فارس ولهان كل يقدم له تحيه، مثلها للمرجل شهران تمثيل عز وشهاميه. من دون تقصير في القلطان اهل الصفوف الاماميه، وسعت نحر وبطان، لا غيسلت ما لها فيا. سلام على الربعي المطران تسليمة دارها حيا، تسليم عز على شهران حسب السلوم العربية. اشتول الأمجاد يا الشجعان يا حي من شاشي حيا، مثل المثبت على سيسان مرصوص طيا على طيا. الماضي الوقت والأزمان يوم السليل النضوية، يوم انها بندق وحصان سيف ورمح وشبرية، ومصام خروف سيف الميدان على صياح النخوية. أنا أشهد انكم طوال أيمان وأنا أشهد انكم صفوية، واليوم كرمتوا وبنيها الفارس سعيد يا حي، المحترم والعقل مليان وخلق مياه عالمية. فاز بلقب فارس ولهان كل يقدم له تحية، مثلها للمرجل شهران تمثيل عز وشهامية. من دون تقصير في القلطان اهل الصفوف الامامية، حنا ليا ثور الدخان عقل الخصوم الطاقوية. يا جسيتك غات ولا وانت دايم ما تجيب الا الكلام اللي لي قلت يشرف مصدره، الا الكلام اللي لي قلت يشرف مصدره. يا جسيتك غات ولا وانت دايم ما تجيب الا الكلام اللي لي قلت يشرف مصدره. I am the power.
شركة الإعلام الهادف. تحتوي شركة الإعلام الهادف على 3 أقسام: الإنتاج والتوزيع المرئي والمسموع، الترفيه، مجموعة ماسة الإعلامية لتقديم الفعاليات الترفيهية والإنشادية، التصميم، الشعارات، الهويات، الإعلانات، وبرامج متميزة لكافة الملتقيات والمهرجانات الخاصة بالجهات الحكومية والجهات الخيرية. للتواصل